والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال. مصطفى ميزار نتحول إليه الآن. أهلا بك مصطفى. أهلا بك وشكرا جزيلا نهى توفيق، وشكرا أيضا إيمان منصور. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة جديدة من أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع 7 مذكرات تفاهم جديدة تنفيذ مشروعات إنشاء مجمعات صناعية، وذلك بهدف إنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الصناعية في العين السخنة. وتم توقيع الاتفاقيات بين عدد من الجهات الحكومية ممثلة في هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء وصندوق مصر السيادي من جانب، وبين 7 شركات وتحالفات عالمية رائدة في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب آخر. وعقب التوقيع أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة لديها استراتيجية قومية لتعظيم الاستفادة مما تمتلكه من إمكانات لتوليد الطاقة النظيفة. أعلن البنك المركزي المصري عن إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي والتي كان يتم العمل بها ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا. أشار البنك المركزي في هذا الإطار إلى أنه في ظل انحصار الأزمة وتيسيرا على المواطنين والشركات، تقرر أيضا زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50,000 جنيه مصري إلى 150,000 جنيه، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20,000 جنيه. بحث رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع مع وزير الطاقة والمناخ الدنماركية دانا بورجنسن سبل التعاون المشترك ومناقشة آليات تعزيز التوجه نحو التحول الأخضر في المجال البحري. في هذا الإطار أكد الفريق ربيع خلال اللقاء حرص الهيئة على فتح أفاق جديدة وأرحب للتعاون واستثمار علاقات الشراكة الممتدة لخلق مزيد من فرص النجاح وتبادل الخبرات، لتظل قناة السويس حلقة أساسية لتحقيق المصالح المشتركة وتعزيز العلاقات بين مصر والدنمارك. من جانبه أشار وزير الطاقة والمناخ الدنماركي إلى قيام الخط الملاحي الدنماركي ميكروس بالعمل على بناء 14 سفينة جديدة تعمل بالميثانول وإنشاء أول محطة لإنتاج الوقود الأخضر لتموين السفن الصديقة للبيئة في مصر. أصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات ليضم إسلام عزام وأحمد الشيخ نائبين لرئيس مجلس الإدارة. كما ضم التشكيل الجديد تعيين أحد نائبي محافظ البنك المركزي بالإضافة إلى أشرف العربي وخالد صيام ومريان أمير عازر ورشا راغب وطارق منصور. كما أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بتعيين رامي الدكاني رئيساً لمجلس إدارة البورصة لمدة 1 عام، وتعيين هبة الله الصرفي نائباً لرئيس مجلس إدارة البورصة لمدة 1 عام. في سوق المال صعدت مؤشرات البورصة المصرية في نهاية التعاملات آخر جلسات الأسبوع، وفيها ربح رأس المال السوقي 10,400,000,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 692.7 مليار جنيه. أما على صعيد المؤشرات ففتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 10,105 نقاط مرتفعا بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 10,287 نقطة. وفتح كذلك مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2,163 نقطة صاعدا بنسبة 2.17%، وذلك عند مستوى 2,210 نقاط. كما فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3,100 ونقطتان، ذلك ارتفاع بنسبة 90%
بالمئة ليغلق عند مستوى 3171 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبينت فيها أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19 جنيها و13 قرشا للشراء و19 جنيها و24 قرشا للبيع. وبالنسبة لليورو فقد سجل 19 جنيه و8 قروش للشراء و19 جنيه و19 قرشا للبيع، في حين وصل الجنيه الاسترليني إلى 22 جنيه و63 قرشا للشراء و22 جنيه و77 قرشا للبيع. أما بالنسبة للعملات العربية مقابل الجنيه المصري، فقد سجل الدرهم الإماراتي ما قيمته 5 جنيهات و20 قرشا للشراء و5 جنيهات و24 قرشا للبيع. وأخيرا الريال السعودي، والذي وصلت قيمته إلى 5 جنيهات و9 قروش للشراء و5 جنيهات و11 قرشا للبيع. أما في أسواق المعادن النفيسة، فقد ارتفع الذهب العالمي في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% لتصل إلى 1764.39 للدولار للأوقية. ومحليا سجل الذهب عيار 18 ما قيمته 926 جنيه، بالنسبة لعيار 21 فقد وصلت قيمته إلى 1080 جنيه، وبالنسبة لعيار 24 فقد وصلت قيمته إلى 1235 جنيه. وبناء عليه وصلت قيمة الجنيه الذهب إلى 8640 جنيه. في أسواق البترول العالمية، صعدت أسعار النفط، وذلك بفعل تصاعد المخاوف المرتبطة بقلة الإمدادات وسط اضطرابات في الصادرات الروسية واحتمال لخفض كبار منتجي النفط للإنتاج والإغلاق الجزئي أيضا لمصفات في الولايات المتحدة الأمريكية. زاد خام برنت الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 101 دولار و67 سنتا للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بما نسبته 0.3% إلى 95 دولار و21 سنتا للبرميل. كما ارتفعت أسعار المازوت العالمية بنسبة 75% لتصل إلى 3.99 دولار للتر الواحد. وكذلك صعدت أسعار الغاز الطبيعي هي الأخرى بما نسبته 39% لتسجل 9.36 دولار لكل مليون وحدة حرارية. رجحت الأمم المتحدة وعاملون في مجال الصناعة ومحللون أيضا لسوق الأسمدة أن يتسبب النقص العام في الأسمدة الأساسية، والتي تعتبر روسيا مصدرا رئيسيا لها، تسبب كل ذلك في ارتفاع كبير بأسعار المواد الغذائية في العام القادم. جاء ذلك بعد زيادة الأسعار العالمية للأسمدة الكيميائية والنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم بثلاثة أضعاف ما بين 2021 ومنتصف العام الجاري 2022 في سابقة هي الأولى من نوعها. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية جولتنا في أخبار المال والأعمال في نشرة التاسعة. نعود لاستكمال ما تبقى مع الزميلتين نهى توفيق وإيمان منصور. شكرا جزيلا لك زميلي مصطفى ميزار.